السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي وخواتاتي جيسبيغ كو فوزالي بيان نتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله كنبغي قبل ما ندخل الموضوع كنبغي نشكر أي واحد دخل جديد عندي أي واحد حيت يوم على يوم كيتزادوا بزاف الناس عندي في لاشين ديالي لاشين كتكبر كتولي واحد العائلة كبيرة وكنشكركم بزاف بزاف هادشي صافي في فغيمون ترو بليزير كنشوف الناس كيجيو عندي بزاف الناس كيصيفطوا لي كومونتير وهادشي اللي كنت كنتمنى الناس تا هما اش كنت كنتمنى بحال هاد لي كومونتير الناس كيقولوا الله يرحم الوالدين كيقول الله يرحم ربك وهاد لي كومونتير صافي فريمون بليزير الناس اللي كيرحموا لي الوالدين وفخوشمون عمري وصلني زعما شي ميساج ولا شي كومونتير من عند اي واحد كيسبني فيه ولا شي تعليق خايب ما عمر شي واحد قال لي كان واحد الخطره اللي كان واحد سبني علاش كنت هضرت على الملك اللقاء ديال الملك قال لي انت عياش ما عرفت علاش عياش المهم واحد داك التعليق اللي كان اللي جاني قال لي انت عياش ما عرفت المهم هضرت على الملك فاش تلاقيت الملك هضرت معاه داكشي عاود القصه ديالي معاه راه كاينه في الفيديو وواحد داك الكومونتير اللي وصلني قال لي انت عياش هذاك ولكن اكثر ديال لي ميساجات لي كومونتير اللي كيجيوني كاع الناس كيشكروني والناس كي كنفرحوا فريمون كنفرح فاش كيوصلوني هاد لي ميساج وكنفرح وكنشكركم بزاف حيت هاد القناه كتكبر شويه بشويه وفريمون كنقول لكم ميرسي 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 انفينيمون هادشي اللي كديروا معايا المهم دابا غادي ندخلوا ان شاء الله الموضوع ديالنا ديريكت ديال لو شوماج غنهضروا على بول امبلوا وغنهضروا على الشوماج بارسيال هاد الشوماج بارسيال الناس اللي كانوا كيشدوا شوماج بارسيال كانوا كيشدوا 84% ديال الصالير النيت ديالهم اللي كانوا كيشدوا كيخلصوا لهم 84% اوكي في الصالير النيت ماشي بروت اللي كان كيشد الصالير النيت باغ اكزومبل كيشد واحد 1500 ولا 1600 يورو كيعطيوه 84% في داك الصالير كيبقى ليه و ا بارتير تاع لو 1 نوفمبر لو 1 نوفمبر ديال الشهر الجاي غادي من 84% تولي 72% غتنقص حتى 72% ولي باترون الناس اللي عندهم الشركات اي كبرى صغرى الشركات كما كانت غادي كانت الدوله كتعطيهم كتعوضهم واحد التعويض ديال 85% فوالا 85% دابا غتبقى تعطيهم 60% 60% و40 اللي بقى تبقى يعطيوها من جيبهم الشركه تبقى يعطيوها من جيبهم اوكي وكاينين عاوتاني دوك اللي سميتو الناس ديال السميك باش ما ننساهاش هادي الناس تاع اللي كيشدوا السميك ادنى زعما سالير في فرنسا اقل حاجه اقل سالير في فرنسا هو السميك واللي كيشد لو سميك راه غيبقى ليه ديما لو سميك ما عمرو غادي يهبط تحت لو سميك الناس اللي كيشدوا غير السميك راه غيبقى ليه ديما غيشدوا ما عمرو غيهبط حيت لو سميك هو اقل حاجه ما كاين هنا في فرنسا في السالير و لي سيكتور بروتيجي النشاطات المحميه دوك النشاطات المحميه دوك لي سيكتور بروتيجي هما لي ريستورون لي زوتيل دوك الناس اللي خدامين في هاد لي زوتيل ولا لي ريستورون هادو كانوا كيشدوا 84% غادي تبقى ليهم 84% والناس فوالا لي باترون حتى هما ديال هاد لي زوتيل ولا هاد لي ريستورون حتى هما غادي تبقى ليهم 84% ولكن حتى لو 31 ديسمبر حتى ل 31 ديسمبر اي سا بو ايتر يقدر تبرولونجا يقدر يمددوها تمديد يقدروا يزيدوا ليهم ولكن دابا داروا حتى ل 31 ديسمبر كاين واحد الاصلاح غادي يكون في بول امبلوا غادي يبداو في التعديلات ديالو في الاصلاح ابارتير تاع جونفي 2021 جونفي ديال العام الجاي هذا العام ان شاء الله اللي غادخل علينا حتى وغادي هاد الاصلاحات ولا التعديلات غادي تبقوا ان شاء الله على ارض الواقع في افريل 2021 افريل 2021 وكاين اصحاب بحال هادوك اصحاب الشركات باغ اكزومبل اصحاب الشركات اللي كيديروا سي دي دي الناس اوكي كاين بزاف اللي كيبروفيتيو وكيديروا دوك الخدمه ديال كيديروا دوك القوى كيديروا مع سي دي دي وفي الاخر كيجريو عليه هادو كاع غادي يعاقبوهم غادي يعاقبوهم بهاد سميتو بهاد الاصلاح اللي دار دابا غادي يعاقبوا هادوك الناس اللي كيديروا هادوك سي دي دي اشاك فوا سي دي سي دي الناس وما كيديروش لي سي دي ما والو كيبروفيتيو في لا سيتياسيون ديالو وفي الاخر كيقولوا ليه بالسلامه والشوماج الناس اللي كانوا كيخدموا الشوماج دابا كانت في الاول الشوماج كتخدم 6 شهور 4 شهور كيكون عندك الشوماج ديالك
دابا لا دابا دارو 6 شهور الا بغيتي تشد الشوماج خصك تخدم على الاقل 6 شهور كانت في الاول كتخدم غير 4 شهور وكتشد عام ديال الشوماج ديالك دابا لا دابا داروا ليهم او موا 6 شهور ديال الخدمه عاد تشد الشوماج ديالك وتشوف هاد الكورونا اش دارت في الناس ان هاد الكورونا خربقات العالم خربقات لي سوسيتي خربقات الدنيا وما فيها تخربقات ولا الناس ما كيشدوا بحال دابا كانت في الاول كتخدم هنا في فرنسا 4 شهور وعندك عام ديال الشوماج دابا لا دابا عندك على الاقل تخدم 6 شهور والناس اللي 6 شهور وكاين اعلى هذا كتبقى عامين كاين الناس اللي كيشدوا عامين ديال الشوماج من قل من 53 عام قل من 53 عام كيشدوا عامين ديال الشوماج بين 53 عام ل 55 عام كيشدوا عامين ونص ديال الشوماج فوق 55 عام كيشدوا 3 سنين ديال الشوماج باش نكون فاهمين في هذا الشيء نتمنى هذا الفيديو اي حاجه ما فهمتوهاش كما كنقول لكم ديما شي حاجه ما فهمتوهاش صيفطوا لي في لي كومونتير راه كما كنقول لهم اخوتي بعدا راه العربيه ديالي راه مدقدقه انا شلاح كنهضر واحد العربيه المهم كنبغي نوصل سميتو الفكره ديالي وكنحاول ودي فورا كنكتب كي عندي الوراق انا كنكتبهم باش ما تقولوش كنكتب باش ما ننساش شي حاجه باش ما نغلط ما والو وسمحوا لي فوالا العربيه راه كنزيد كنتعلم مزيان باش نهضر انا مزيان كنهضر العربيه ولكن العربيه ديالي شويه فيها الشلحه وشويه هكا شويه هكا اي بي فوالا نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم ونتمنى كيما ديما تدعموني ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه وهادشي اللي نقول لكم وتهلاو في روسكم على بروشين فيديو ان شاء الله وكنحبكم بارك الله فيكم ميرسي بوكو السلام عليكم